نجم نادي الاهلي والزمالك، انه لعب طبعا فتره في النادي الاهلي وبعدين انتقل نادي الزمالك وكسر الدنيا في نادي الزمالك واهداف غير طبيعيه ما شاء الله. مبروك يا كابتن جمال. الله يبارك فيك يا كريم، سلم عليك وبسلم على كابتن وليد وكابتن علاء. كابتن جمال مبروك يا كابتن. الله يبارك فيك والحمد لله رب. مبروك. يعني احساسك ايه النهارده بفوز الزمالك بالدوري؟ واكيد ليك ذكريات النهارده بتفتكرها مع فوز الزمالك بالدوري. بص يا كريم، يعني هتكلم كده بصراحه، يعني احنا خدنا الكاس السنه اللي فاتت، خدنا الدوري السنه دي، يعني ماشيين الحمد لله. البطولات بدات تخش نادي الزمالك واحده. اللي اتعمل في اول الموسم من 18 لاعب او 17 لاعب يجوا نادي الزمالك، ومجهود قوي مجلس اداره وماديات، ومجلس اداره مشي في طريقين، طريق النادي الاجتماعي وطريق الرياضه والكوره وكده، والاثنين الحمد لله نجحوا في ان اكبر بطوله في مصر خد الزمالك، فدي طبعا حاجه كويسه جدا. بس انا لو صاحبي بكره هقول ان يعني زي ما كان بيقولوا علينا زمان مدربين الزمالك بيضيعوا البطولات من الزمالك، برضو مدربين الاهلي النهارده ضيعوا البطوله من النادي الاهلي. ومحمد يوسف اثبت ان هو بيحب نفسه اكتر من النادي الاهلي بكتير قوي، فدي طبعا حاجه لازم كل الناس تعرفها. اما اتهمنا طارق يحيى، كان مفيش حد بيحب حد اكتر من نفسه. أي. فعشان كده كان وشغله واكل يعني عيشه وضميره والكلام ده. برافو طبعا عليك. طبعا برافو عليك. فانا بحيي محمد يوسف وفريقه النهارده، وبقول اديك شايفين اهو محمد يوسف حتى لو خسر ايه اللي هيحصل؟ عادي جدا. أي. انما مفيش حد بيحب حد اكتر من نفسه، وبيشتغل عشان سعره يعلى والناس تتكلم عليه. هو اللي بيستفاد من المباراه، فعشان كده احنا ظلمنا طارق يحيى. انما الف مبروك للزمالك، الف مبروك لجمهوره اللي بقاله 10 مواسم هي الحمد لله الموسم ال11 خدنا بطوله وخد اقوى بطوله. اكيد. انت كنت بتتكلم دلوقتي على الجمهور، اتمنى اتحاد الكوره يفتح للجماهير، والجماهير تبقى اعضاء النادي على الاقل، علشان الاحتفال بالدوري يبقى على الاقل في وسط جماهير وفي وسط انا مش عايز اتكلم معاك كتير النهارده، انت هتكون ضيفنا يوم الخميس ان شاء الله مع اللعيبه واحتفال قناة النهار رياضة بنادي الزمالك بطلا للدوري. بشكرك كابتن جمال، وكنت منور في أغنية تالتة يمين. أروح لحمادة طلبة لاعب نادي الزمالك، وحمادة كان موقوف بكرة ما كانش هيلعب، فأكيد برضو كان بيتابع النهاردة مباراة الأحد.